بدأت المسابقة الثامنة وما على اللاعب إلا أن يعد السفرة لمأدوبة عشاء على طريقة مباريات تيليماتش. لكم إن هذه المسابقة تجرى على شوطين، والشوط الأول لفريق تيتنان. ويجب عليه هنا أن يضع كل شيء في مكانه الصحيح طبعاً. السكين الأخير، وانتهى عضو فريق تيتنانغ من إعداد السفرة وذلك في دقيقة وخمسين ثانية. So, fertig. Achtung. 3, 2, 1. أرجو أن لا تعتقدوا أن مثل هذه الطريقة كانت متبعة بالفعل في إعداد السفرة في القرون الوسطى، فهي من ابتكار مباريات تيليماتش لا أكثر. يتضح لي الآن أن هذا المنافس من شفيبش كمن سريع في أداء مهمته. انتهت مهمته في دقيقة وأربع وثلاثين ثانية، أي أسرع من خصمه بستة عشرة ثانية. يؤكد الحكم الوقت الذي سجله كل من الفريقين والذي ذكرته لكم من قبل. وبهذا يفوز فريق شفيبش كموند بنقطتي هذه المسابقة، وتصبح النتيجة 11 نقطة لصالحه مقابل 5 نقط لفريق تيتنان. أمام هذين الرجلين مهمة صعبة في المسابقة التاسعة. ومن هنا سيقومان بأداء هذه المهمة. وفي الأسفل توجد طبلتان ضخمتان، وعلى كل منهما أن يقذف كراته فوق الطبلة الأولى لتقفز إلى الطبلة الثانية ومنها إلى الفتاة التي تحاول التقاطها. هذا كل ما في الأمر. الكرات الصفراء لفريق تيتنانغ والزرقاء لفريق شفيبش كموند. Thank you.
لقد نسيت أن أقول لكم إن الوقت المحدد لهذه المسابقة دقيقتان. كيف أتت هذه الكرة الصفراء وسط الكرة الزرقاء؟ إنها لن تحتسب بالتأكيد لصالح فريق شفيبيش كمنت. لقد خانها الحظ هنا مرة أخرى إذ أنها لم تتمكن من التقاط هذه الكرة. ولا أشك الآن في أن فريق شفيبيش كمنت سيفوز في هذه المسابقة. انتهت المسابقة وسيلي عد الكرات بعد قليل. Jetzt zählen wir natürlich die Bälle aus. Der gelbe gehört sicherlich nicht rein, denn die Farbe gelb gehört ja für Tettnang. Jetzt ziehen wir mal den ganzen Korb etwas vor. إيرارد كيلر مقدم البرنامج في التلفزيون الألماني سيبدأ بعد كرات شفيبيش كمنت أولا. ستة عشرة كرة، 18 20 22 23 كرة لفريق شفيبيش كمنت. وهنا يعلن الحكم أن ما جمعه فريق تيتنانغ من الكرات أقل بكثير، وهذا ما نراه بنظرة سريعة بالفعل. عشر كرات، 11 كرة، وبذلك يفوز فريق شفيبيش كمنت بهذه المسابقة عن جدارة ويصبح متفوقا على منافسه بثلاث عشرة نقطة إلى خمس. والآن بدأت بالفعل، وعلى كل من المتنافسين أن يتجرع أكبر قدر ممكن من الماء في الوقت المحدد بدقيقة واحدة، وقد تم تحديد وزنهما من قبل، وبعد انتهاء المسابقة سيوزنان من جديد لمعرفة الفائز. نرى هنا على اليسار عضو فريق شفيبيش كمنت ويبدو أنه يشرب قليلا من الماء الذي يصبه في جعبته. انتهى المتنافسان من أداء مهمتهما. يبدو أن المنافس من شفيبيش كمنت يجد صعوبة كبيرة في الجلوس على كفة الميزان، ربما بسبب ضخامة كرشه. Wenn diese Waage, die also ein bisschen grob schlechtig ist, nicht funktioniert, haben wir natürlich noch eine feine Waage bereitgestellt. يبدو الأمر هنا وكأن كفة عضو فريق تيتنانغ أصبحت راجحة الآن. So, jetzt bitte, Herr Schiedsrichter, das letzte Wort. لقد فاز فريق تيتنانغ فعلا بزيادة كيلوغرامين، وبهذا يمنح نقطتي هذه المسابقة، وتصبح النتيجة الآن 13 نقطة لفريق شفيبيش كمنت مقابل 7 نقط لفريق تيتنانغ.
2 Minuten 30 Sekunden für beide Mannschaften. Fertig. 3, 2, 1. بدأت المسابقة الأخيرة في حلقة اليوم، وعلى المشتركين فيها أن يعبروا المسبح فوق هذه الأقراص الطافية فوق سطح الماء التي ترمز إلى زنبق الماء. وإذا سقط أحدهم في الماء عليه أن يصعد إلى القرص من جديد أو يعود إلى نقطة الانطلاق للقيام بمحاولة أخرى. وهنا لا تحتسب طبعاً إلا الجولات الكاملة، ويفوز الفريق الذي ينهي العدد الأكبر منها. الوقت المحدد لهذه المسابقة الأخيرة دقيقتان ونصف. لقد حقق فريق شفيبش كموند نتيجة أفضل حتى الآن. انتهى الوقت المحدد والنتيجة واضحة على ما أعتقد. Das entscheidet jetzt 13-7, 13-9, 15-10. Wir konnten ja unsere Zuschauer sehen, wer mehr Läufe gemacht hat. لقد أظهر فريق شفيبش كموند تفوقه في هذه المسابقة بإنجازه 13 جولة مقابل 10 جولات فقط لفريق تيتنانغ. وبذلك تصبح النتيجة النهائية لمسابقات اليوم كالتالي: 15 نقطة لفريق شفيبش كموند و7 نقط لفريق تيتنانغ. Für Schwäbisch Gmünd und das ist zugleich das Endresultat. Ich darf mich bei den beiden Schiedsrichtern erdrehen. وبهذا تنتهي سيداتي أنساتي وسادتي حلقة اليوم من برنامج مباريات تيليماتش. أود أن تكونوا قد استمتعتم بها، وحتى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.